اهلا بيكم في فيديو جديد. وصفتنا النهاردة وصفة عيش هنعمل فيها العيش الباجد الالماني. ايه ده؟ هو العيش الباجد مش فرنساوي؟ لا يا جماعة، هو فيه الماني وفيه فرنساوي، بس اللي بيفرق بين الاتنين اضافة بسيطة جدا بتضيفها للعيش الباجد الالماني، لكن المقادير واحدة. وبما ان العيش الباجد غالي جدا بره، هنعمله بمقادير بسيطه متاحه عندنا في البيت وبطريقه سهله جدا ومقادير مظبوطه 100%. يعني امشي على الخطوات والتكات اللي في الفيديو، هيطلع منك انجح عيش ممكن تاكليه في حياتك. انا نهال من سر مطبخنا، ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا علشان ما اطولش عليكم نشوف مقادير وصفتنا. في بولة هنضيف كوبايتين مية دافيين، ساعة الكوباية 200 ملي، هنضيف عليهم معلقة سكر كبيرة ومعلقتين خميرة صغيرين. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا ونسيبه على جنب لمدة 5 دقايق عشان نتأكد من نجاح الخميرة. تاني خطوة معانا 600 جرام دقيق جميع الاستخدامات، هنضيف لهم معلقتين ملح صغيرين وهنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. هنرجع تاني للخميرة، خلاص اختمرت، هنضيف لها معلقه ونص زيت وهنقلب الخليط كويس جدا، ويعتبر مكوناتنا خلصت. هنضيفهم في العجان وهنعجنهم لمده ما تقلش عن 5 دقائق. طبعا ولو بنعجن بايدينا في مده ما تقلش عن 10 دقائق. انا بعجن يا جماعه بالعجان علشان اوفر في الوقت شويه. تمام، العجينه بتاعتنا خلاص كده اتعجنت لمده 5 دقائق. شايفين ما شاء الله عامله ازاي، طريه جدا وتحفه يا جماعه، طريه وفي منتهى الجمال. تمام، هنرش سطح بالدقيق وهننزل عليه العجينة، وانا بحب اعجنها لمدة دقيقتين ثلاثة برضو بايدي، علشان كل ما اتعجنت احسن كل ما الوصفة طلعت انجح. تمام، خلاص عجناها زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى بولة مدهونة بالزيت، يعني هنجيب بولة مدهونة بالزيت هنضيف فيها العجينة بتاعتنا وهنغطيها ونسيبها تختمر لمدة ما تقلش عن ساعة. تمام، لمدة ما تقلش عن ساعة. تمام يا جماعة، ونحطها في مكان دافي. خلاص العجينة بتاعتي اختمرت زي ما انتوا شايفين، اختمرت وخدت وقتها الكافي في الاختمار. تمام، خلاص كده حلوة جدا وتحفة يا جماعة. طبعا هنخرج، هنديها بوكس صغنون كده هنخرج منها الهواء، مش هنضيف للسطح بتاعنا اي حاجة لان هي لسه فيها بواقي زيت فعمرها ما هتلزق. تمام، هنبتدي كده نعملها زي رول كده ونقطعها. طبعا العجينة دي 600 جرام دقيقة هيعملوا لي 10 ترغيفة، 600 جرام هيعملوا لي 10 ترغيفة. حجم الرغيف 100 جرام، يعني في حجم البرتقانة يا جماعة. تمام، هنقطعهم كده اهو ونلف ونلم العجينة زي ما انتوا شايفين اهي، ونقفلها من تحت كويس جدا. شايفين اهم حاجة تقفيل العجين، واهم حاجة لمة العجينة، يعني تعرفي تلميها ازاي، كل ده بيفرق معاكي في الوصفة. يعني انتي خدي بالك من الحاجات الصغيرة دي، هي دي اللي بتفرق معانا في الوصف. خلاص كده عملنا اول واحدة، هوريكي واحدة تانية كمان اهي 100 جرام كده، 100 جرام يا جماعة. هنلفها برضو زي كده وايه ونكورها ونحطها. طبعا كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها، هنغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها يعني ترتاح لمدة 15 دقيقة. بعد كده هناخد واحدة واحدة ونفرد، هوريكم هنفرد ازاي. طبعا الفرد يا جماعة ليه طبعا برضو خطوات، مش اي فردة وخلاص، احنا هنفرد بالنشابة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا هتبقى على شكل كده مربع، يعني مش يعني بيضاوي مدي على مربع زي ما انتوا هتشوفوا كده بالظبط دلوقتي، تبقوا انتوا مظبطينها. تمام اهو، شوف انا بعملها ازاي، انا بصوا ماشيه معاكم يا جماعه خطوه بخطوه علشان خاطر انت لما تيجي تعملي تبقى الحاجه بالنسبه لك سهله جدا. تمام، بصوا هلم ازاي بقى، هلم ادي واحد وهاخد من الجنبين. تمام شايفين، واتنين واخد من الجنبين والم من الجنبين، ثلاثة ولم من الجنبين، واخر حاجة التقفيلة بتاعتي هقفل من ورا كويس جدا. ودي ده بيعتبر ظهر الرغيف، لما نيجي نحطها في الصينية بتاعتنا او الصاج بتاعنا الحاجة او صينية الفينو بتاعتنا، نحطها على مكان التقفيل، لان زي ما قلت لكم 100 مرة العيش ليه اختمارة تانية في الفرن. شايفين هنلفه بقى ازاي، ناخد من جوه من نص للحرفين، من نص للحرفين عشان نظبط شكل الرغيف بتاعنا، من نص للحرفين. شايفين اهو، خلاص كده يعتبر بتاعنا اول رغيف خلص. تاني طريقه، تاني واحد اهو بعمله، وهنضيفهم في صينيه او صينيه فينو، انا عندي صواني بتاعت العيش الفينو او صينيه الومنيوم، لان انا برضو برجح الصواني الالومنيوم لانها بتساعد في توزيع الحراره وبتسوي المخبوزات حلو جدا يا جماعه. فتمام، هندهنها بالزيت ونرص فيها العيش بتاعنا. خلاص كده خلصنا ورصينا العيش بتاعنا في صينيه مدهونه بالزيت، هنغطيه بكيس بلاستيك ونسيبه يتضاعف حجمه، نسيبه لحد ما يتضاعف حجمه. خلاص يا جماعه تضاعف الحجم كده. تمام،
خلاص كده خلصنا كده، دي الخطوه اللي قبل الاخيره، قبل بقى ايه، قبل ما قبل دخول الفرن هنجيب اي حاجه حاميه، سكينه حاميه، ونبتدي ايه نعمل شرط في العجين من النص. شايفين زي ما انتم شايفين كده، او نص رفيع، خليني المخبوزات عندك يعني نص صغير كده، تشيليه بس في مكان بعيد عشان الاطفال او كده، وايه وده تستخدميه للمخبوزات بس، او سكينه عندك حاميه، تمام زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده عملت العيش بتاعي، هبتدي اي بخاخه فيها ميه وتروحي رشه العيش بتاعك، او لو ما عندكيش بخاخه بالفرشه وتروحي بله الميه ودهن العيش بتاعك. هندخله الفرن على درجه حراره 200 درجه، الفرن شغال من فوق ومن تحت، لان انا قلت لكم 100 مره العيش والمخبوزات لازم تبقى على فرن عالي جدا، والعيش خرج بالشكل ده. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين حتى في التقطيعه العيش عامل ازاي؟ شايفين اهو مقرمش من بره وباين جدا وانا بقسمه، ومن جوه طري جدا، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين احلى عيش باجد ممكن تاكلوه في حياتكم. وبكده يا جماعه وصفتي خلصت، وصفه العيش الباجد، وصفه اقتصاديه، مكوناتها عندك موجوده في البيت، من سكر لملح لخميره لدقيق لميه، هي دي بس المكونات اللي عندك تعملي بيها احلى عيش باجد تاكليه، وطبعا بتكلفه اقل بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني نهال في وصفات اسهل واسهل واسهل من سر مطبخنا. واشوفكم على خير المره الجايه، وهتوحشوني المره الجايه، وباي باي.